ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي في الدرس الثاني من موضوع القسمة. إذن فلنبدأ على بركة الله. إذن لدينا مثلا 234 درهما نريد توزيعها على 9 أطفال مثلا. إذن السؤال: كم سيأخذ كل طفل؟ للإجابة على هذا السؤال طبيعي سنستعمل عملية القسمة. لماذا؟ لأن لدينا وضعية توزيع بالتساوي، سنوزع الدراهم على الأطفال بالتساوي، بمعنى سيأخذون نفس العدد من الدراهم. إذن نحن أمام وضعية قسمة، إذن سننجز عملية القسمة. إذن المقسوم هو 234 والمقسوم عليه هو 9. إذن ننجز. إذن 234 مقسوم على 9. إذن قلنا 234 هو المقسوم و9 هو المقسوم عليه. إذن للإجابة على هذه القسمة أو لإنجاز هذه القسمة نحتاج إلى مضاعفات 9. إذن نبدأ بالمضاعفات الأولى للعدد 9. إذن المضاعفات الأولى للعدد 9 معروفة، وهي تسعة في واحد 9، تسعة في اثنين 18، تسعة في ثلاثة 27، وهكذا حتى نصل إلى تسعة في 9 81. هذه هي المضاعفات الأولى للعدد 9. إذن نبحث من بين هذه المضاعفات عن عدد قريب من 134. إذا لاحظوا 9، 18، 27، 36، 45، 54، 63، 72، 81. إذا أكبر هذه المضاعفات هو 81، ونلاحظ أنه أصغر من 134 بكثير. إذا 81 بعيد عن 234. نحن نريد مضاعفا قريب من 234. إذا هنا سنحتاج مضاعفات أخرى للعدد 9. إذا نأخذ هذه المضاعفات هكذا 9 في 10، 9 في 20، 9 في 30، بمعنى سنضرب في العشرات. 9 في 40، 9 في 50، 9 في 60، 9 في 70، 9 في 80، 9 في 90. إذا نبحث من بين هذه المضاعفات أيها أقرب إلى 134. إذا 90، 180، 170، 360. ماذا ألاحظ؟ 270 أكبر من 134. إذا سأعود إلى 180. إذا ألاحظ أن العدد 234 محصور أو موجود بين 180 و 270. إذن هنا هل سأعمل ب 170 أو سأعمل ب 180؟ إذن طبيعي سأعمل ب 180. لماذا؟ لأن 170 أكبر من 234. إذا سأعمل ب 180. ماذا تساوي 180؟ تساوي 9 في 20، 20. إذا الخارج هو 20، 20 هنا الضرب. إذا 9 في 20 أو 20 في 9، 9 في 20 يساوي 180. أنجز عملية الطرح لنجد الباقي. إذا 4 ناقص 0 4، 3 ناقص 8 لا يمكن، أضيف 10 وأطرحها. 13 ناقص 8 تساوي 5، 2 ناقص 2 0. إذا الباقي هنا هو 54. ماذا ألاحظ بالنسبة ل 54؟ 54 أكبر من 9. 54 أكبر من 9. إذا شرط القسمة غير متوفر. لدينا 54 درهما،
يمكننا أن نقسمها على 9 أطفال كذلك، لأن 54 أكبر من 9. إذن 54 يصبح هو المقسوم. إذن لاحظوا من بين هذه المضاعفات، هل نجد عددا قريبا من 154؟ إذن لا، 90. إذن كل هذه الأعداد أكبر من 54. إذن هنا سنعود إلى المضاعفات الأولى ل 54. سنعود إلى هذه المضاعفات ونبحث عن عدد يساوي 54 أو قريب منه. إذن 9 18 27 36 45 44. لاحظوا 54 تساوي 54. إذن كم يساوي 54؟ يساوي 9 في 6. إذن نكتب 6 هنا، 6 في 9 54. ننجز الطرح لإيجاد الباقي، 4 ناقص 4 0 5 ناقص 5 0. إذن الخارج هو 20 زائد 6 26. إذن الخارج هو 26 والباقي هو 0. إذن كل طفل سيأخذ 26 درهما مباشرة، كل طفل سيأخذ 26 درهما وسيبقى 0 من الدرهم. إذا نكتب 234 هنا مقسوم على 9، لأننا سننجزها بطريقة أكثر اختصارا. إذا سنعود إليها، إذا الآن نقسم مثلا 2546 على 9. إذا كذلك نعود إلى مضاعفات 9. إذا نبدأ بمضاعفات 9 الأولى. لاحظوا هذه المضاعفات 9 18 حتى نصل إلى 81. إذا كلها أصغر من هذا العدد. إذا ماذا نفعل؟ سنبحث عن مضاعفات أخرى لتسعة ونضرب في العشرات، نضرب في العشرات كذلك 9 في 10 9 في 20 9 في 30 حتى نصل إلى 9 في 90. إذا لاحظوا هذه المضاعفات 90 180 270 حتى نصل إلى 810. إذا كلها أصغر من هذا العدد، كلها أصغر من هذا العدد بكثير. إذا 810 أصغر من هذا العدد بكثير. إذا سنبحث عن مضاعفات أخرى للعدد 9. إذا هنا سنضرب في المئات، سنضرب في المئات لكي نقترب من هذا العدد. إذا لاحظوا في 100 في 200 في 300 حتى نصل في 900. إذا لاحظوا 900 1100 1800 2700. إذا ماذا تلاحظون؟ 2700 أكبر من هذا العدد، 2700 أكبر من هذا العدد. إذا 2546 محصور بين 2700 و1800. إذا هذا العدد، هذا المقسوم محصور أو موجود بين 1800 و2700. هل سنعمل ب 2700؟ لا، لأن هذا العدد أكبر من المقسوم، 2700 أكبر من المقسوم. إذا لن نعمل ب 2700، سنعمل ب 1800. ما 1800 أصغر من هذا المقسوم وقريب منه. إذا 1800 9 في ماذا؟ في 200. إذا الخارج هو 200. الضرب هنا 200 في 9 1800. إذا ننجز عملية الطرح لكي نجد الباقي،
ستة ناقص صفر ستة، أربعة ناقص صفر أربعة، خمسة ناقص ثمانية لا يمكن، أضيف عشرة وأطرحها، 15 ناقص 8 7، 2 ناقص 2 0. إذا ماذا ألاحظ؟ الباقي هو 746، إذا شرط القسمة غير متوفر، إذا الباقي أكبر بكثير من المقسوم عليه، إذا سنواصل القسمة. إذا متى تتوقف القسمة؟ عندما يكون الباقي أصغر من المقسوم عليه، هنا لدينا عدد كبير من أكبر بكثير من المقسوم عليه، إذا نواصل، إذا نبحث عن هذا العدد 746 هنا في هذه اللائحة، إذا 900 ماذا ألاحظ؟ 900 أصغر أكبر من هذا العدد، إذا سنعود إلى مضاعفات أصغر للعدد 9 هكذا. ونبحث عن عدد قريب من 746، إذا في 10 في 20 حتى نصل إلى في 90، إذا هنا نبحث عن عدد قريب من 746، 90، 180، 170، 360، 450، 540، 630، 720، 810، ماذا ألاحظ؟ 810 أكبر من هذا العدد، إذا أعود لـ 720، 720 قريب من 746. إذا ما هو الخارج؟ هو 80، 9 في 80، إذا أكتب هنا 80، 80 في 9، 80 في 9 أو 9 في 80 720، إذا 6 ناقص 0 6، 4 ناقص 2 2، 7 ناقص 7 0، إذا الباقي هو 26، ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن 26 أكبر من 9، إذا القسمة لا زالت مستمرة، إذا 26 يصبح هو المقسوم، أبحث عنه هنا، أجد أن هذه المضاعفات كلها أكبر من 26، إذا سأعود إلى المضاعفات الأولى لتسعة لأبحث عن 26، هكذا، إذا ما هو المضاعف الأقرب إلى 26؟ 9، 18، 27، إذا لاحظوا 27 أكبر من 26، إذا سأعود إلى 18، إذا 18 أصغر من 26 وقريب منه، إذا 9 في 2، إذا هنا أكتب 2، 2 في 9، 18، أكتب هنا 18، وأنجز الطرح لأجد الباقي. 6 ناقص 8 لا يمكن، أضيف 10 وأطرحها، 16 ناقص 8 8، 2 ناقص 2 0. ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن الباقي هو 8 و8 أصغر من 9، إذا هنا تتوقف القسمة. متى تتوقف القسمة؟ ومتى تكون القسمة صحيحة؟ عندما يكون الباقي أصغر من المقسوم عليه، إذا 8 أصغر من 9، إذا تتوقف القسمة. إذا هنا أجمع هذه الخوارج، إذا 0 زائد 2 2، 0 زائد 8 8، 2 زائد 0 2، إذا 2 زائد 0 2، إذا الخارج هو 282 والباقي هو 8. إذا الآن لن نستعمل هذه المضاعفات، وسنستعمل فقط المضاعفات الأولى لتسعة فقط. إذا ما هي هذه الطريقة؟ إذا نبدأ بالقسمة الأولى 234 مقسوم على 9، إذا نبدأ، إذا لدي رقم واحد هنا، إذا 9 هو رقم واحد، سآخذ هنا رقما واحدا فقط، رقما واحدا، سآخذ 2 فقط، ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن 2 أصغر من 9. مثلا لدي درهمان لا يمكن أن أقسمهما أو أوزعهما على 9 أطفال مثلا، لا يمكن، إذا هنا سأعمل بـ 23، أخذ رقمين 23 وأترك 4، إذا 23 مقسوم على 9، إذا أبحث هنا عن 23 هنا، أين توجد؟ هل توجد بين 9 و 18؟
أو بين 18 و27، أين توجد؟ إذا ألاحظ أن 23 توجد بين 18 و27. إذا 27 أكبر من 23، إذا سأعمل ب 18. إذا الخارج هو 2، 9 في 2 18، إذا الخارج هو 2، أكتب هنا 2. 2 في 9 18، أين سأكتب 18؟ أكتبها تحت 23، لأنني أعمل فقط ب 23 ولا أعمل ب 4. أنجز عملية الطرح لحساب الباقي. 3 ناقص 8 لا يمكن، أضيف 10 وأطرحها. 13 ناقص 8 5، 2 ناقص 2 0، إذا الباقي هو 5. الآن جاء الدور على 4 لكي أعمل بها، ماذا أفعل بهذه 4؟ أضيفها إلى 5، إلى 50 عفوا، لأن 5، 5 أين توجد؟ في العشرات. إذا 50 أضيف إليها 4، إذا تساوي 54. وأواصل القسمة، إذا ألاحظ أن 54 أكبر من 9، أواصل القسمة. 54 مقسوم على 9، إذا 54 أبحث عنها هنا. إذا لاحظوا أين توجد 54؟ إذا تساوي أي 54، إذا الخارج هو 6. 6 في 9 54، أنجز عملية الطرح لحساب الباقي. 4 ناقص 4 0، 5 ناقص 5 0، إذا الخارج هو 26. إذا هنا هل احتجت إلى هذه المضاعفات؟ لا، اكتفيت فقط بالمضاعفة الأولى وأنجزت العملية. دونك هذه هي الطريقة التي سنستعملها دائما لإنجاز عملية القسمة. إذا بالنسبة للقسمة الثانية، ألفان وخمسمائة وستة وأربعون مقسوم على 9، نفس الطريقة، سأستغني عن هذه المضاعفات الكبيرة للعدد 9، سأستغني عنها وأعمل فقط بالمضاعفة الأولى لتسعة. كيف ذلك؟ عندي رقم واحد هنا، سأخذ رقما واحدا فقط، أخذ 2. 2 مقسوم على 9 لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن نقسم درهما على 9 أطفال مثلا. إذا سأخذ 25، 25 وأترك 4 و6. إذا 25 مقسوم على 9، أبحث عن 25 هنا، أين توجد؟ إذا لاحظوا 9 18 25، إذا 25 توجد بين 18 و27. إذا هل سأعمل ب 27؟ لا، لأن 27 أكبر من 25، سأعمل ب 18. إذا الخارج هو 2، 9 في 2 18، أكتب هنا 2. هنا الضرب 2 في 9 18، وأنجز عملية الطرح لحساب الباقي. 5 ناقص 8 لا يمكن، أضيف 10 وأطرحها. 15 ناقص 8 7، 2 ناقص 2 0. إذا 4 هل عملنا بها؟ لا. إذا سننزلها إلى جانب 7 وتصبح 74. إذا 74 مقسوم على 9، إذا أبحث هنا عن 74 أين توجد؟ إذا لاحظوا 74 74، إذا هنا 74 توجد بين هنا، توجد بين 72 و81، 74 توجد بين 72 و81. إذا هنا هل سأعمل ب 81؟ لا، 81 أكبر من 74، سأعمل ب 72. إذا ما هو الخارج؟ 8، 9 في 8، أكتب هنا 8. 8 في 9 أو 9 في 8 72، وأنجز الطرح لإيجاد الباقي. 4 ناقص 2 2، 7 ناقص 7 0. إذا عملنا ب 2، ب 5، ب 4، هل عملنا ب 6؟ لا، إذا سأنزل 6 إلى جانب 2، تصبح 26. أبحث هنا عن مكان 26، أين توجد 26؟ توجد بين 18 و27. هل سأعمل ب 27؟ لا، 27 أكبر من 26، إذا سأعمل ب 18.
إذا الخارج هو كم؟ 9 في 2، إذا الخارج هو 2. اكتب هنا 2، 2 في 9 18. إذا أنجز عملية الطرح لحساب الباقي. 6 ناقص 8 لا يمكن، 16 ناقص 8 8، أطرح العشرة هنا، 2 ناقص 2 0. إذا الخارج هو 282 والباقي هو 8، و8 أصغر من 9، إذا 8 أصغر من 9 وشرط القسمة متوفر. إذا هنا عملنا فقط بجدول مضاعفة الأولى للعدد 9 فقط بهذه الطريقة. إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس الثاني من موضوع القسمة. انتظرونا في الفيديو الثالث من موضوع القسمة، سنحاول أن نتدرب على إنجاز عمليات أخرى للقسمة وفق هذه الطريقة التي رأيناها اليوم. إذا شكرا لكم وإلى اللقاء.